يعني معقول الشرطة ما تكمشو؟ أي شرطة؟ ما خيي مش موجود ليكون في شرطة، خيي مو معه ورق. مثلي أنا وعزيز ورضوى، بيي تركنا وما سجلنا. بس أنا عارفة شو عم قلك، خيي مات. طيب وأمك؟ أمي؟ أمي نامت عبكي وسكر بي الأوهامي. انت شو عم تعملي؟ بابا بعمل شي، شفتك زعلانة وعم تبكي قلت بغمرك، يعني ردة فعل عادية. أنا كتير منيحة وما بني شي، أنا نازلة على الحرش عبالي حميضة، حميضة مع ملح. بابا انت منيحة؟ منيحة ماشي حالي. رح تبقي معي هون على طول؟ انت بدك ياني اكون هون معك على طول؟ يا ريت. بابا انا اذا بدي ابقى هون بدي ابقى كرمال يوسف، بدي يكبر ويصير قوي. اشتقت للشعور لما كنا قوية قدام الناس، اشتقت لهالشعور قبل ما ننكسر وننفضح ونصير ضعاف. خيك طالع ظالم مثل جدو، إذا قوي أكتر بخاف يأذي الناس. لا بابا، يوسف كتير منيح وقلبه كتير طيب وفي كتير ناس بتحبه. أنا بدي يكون قوي لأنه الناس بتحبه، جدي كان قوي لأنه الناس كانت تخاف منه. في ناس بدها تحبه بعد كل اللي عملناه معهم. الناس بتنسى البشع لما تفرجيهم الحلو، وبتنسى الوجع لما تعطيهم الدواء ويصحوا. أنا قررت أبقى هون لأنه بدي كلنا نكون عائلة متماسكة. أنا ما بقى فيني كفي حياتي هيك من بلد لبلد. يومنا لازم تصير قوية، وعمتي اللي انظلمت كتير، وإنت بابا، نحنا لازم نطلع من اللي نحنا فيه، ما فينا نكفي هيك. فارس، فارس خلص شلته من قلبي ومن عقلي، ما طلع قد حبي لإله. تصبح على خير. أنت من أهله؟